طيب عندنا اخر حاجه هي النيوتن والسيكنت. دول بقى طرق بنستعملهم عشان نفايند الروت بس من خلال السلوب. تمام، بنحتاج بنود عشان يبدا نشتغل اللي هي بي انيشال يعني زي الفيكسد بوينت ده لو انا بتكلم على نيوتن. طب لو انا بتكلم على سيكنت فهو برضو بستخدم سلوب او تانجنت وبيحتاج تو فيكسد بوينت. تمام، بينما البايسكشن والفولس بوزيشن كانوا بيعملوا لي الوكيشن يعني بوصل من خلالهم للروت موجود مكانه فين من خلال الانترفل. تمام، طيب اول حاجه بقى دلوقتي المفروض نعرفها قبل ما ندخل على نيوتن ان انا ازاي اعرف عدد الروت بتاعي. فانا هعرف الروت بتاعي من خلال الاوردر. تمام، طيب الاوردر فيه طريقه سهله جدا ان احنا نعرفه، اما بالطريقه العاديه ان انا مثلا هبص للمعادله دي كده فهقول ان دي كده اوردر 1. تمام، هبص مثلا دي كده هقول ان دي اوردر 2 يعني سكند اوردر، ودي كده ثيرد اوردر. طب لو انا مش عارفه طبعا الاوردر هو بيساوي عدد الروت، يعني هنا مثلا هلاقي ان انا عندي هنا روت 1 سمبل روت، هنا هلاقي لو عدد الروت بتاعي زاد عن 1 فمعنى كده ان هو مالتيبل. فهنا عندي 2 سكند اوردر يعني عندي 2 روت، يعني انا كده الروت بتاعي عباره عن مالتيبل روت. تمام، لو انا بقى مش عارفه يعني اجيبه مثلا كده يعني عاوزه اجيبه بطريقه ماثيماتيكال طريقه حسابيه، فاول حاجه هنعملها ايه ان انا هساوي مثلا يعني خلينا نتكلم على المثال ده مثلا دي، فاول حاجه هنعملها ايه هساويها بالزيرو واجيب الروت بتاع الاف اوف اكس فطلع لي ان هو 1 و1. تمام، بعد كده هجيب الفيرست ديريفاتيف للاف اوف اكس ده فطلع لي الرقم ده، هعوض بالروت اللي طلع لي من هنا. تمام، هعوض بالواحد، لو اداني رقم بيساوي الزيرو فانا كده انا كده ما يعني كده غلط، المفروض ان انا اكمل. يعني لو اداني يعني لو الرقم ساوى الزيرو فانا في الحاله دي مش هعرف احدد الاوردر كده، فمحتاج ان انا اجيب السكند ديريفاتيف. تمام، جبت السكند ديريفاتيف وجيت عوضت بواحد، طبعا مش هعرف اعوض مهما عوضت هيطلع لي 2، فالاتنين دلوقتي مش بتساوي الزيرو فانا خلاص كده هقف وهقول ان الفانكشن دي من السكند اوردر، يعني الاوردر ساعتها هيساوي عدد الديريفاتيف اللي عندي. انا عملت كام ديريفاتيف فالاوردر ساعتها هيكون 2 لان انا عملت ايه 2 ديريفاتيف. طالما انا عندي 2 يعني سكند اوردر فمعنى كده ان الروت بتاعي مالتيبل روت. تمام، هنا من النظر كده هلاقي ان انا عندي 3، يعني انا كده الروت بتاعي عندي مالتيبل روت. تمام، او ان انا ايه اجيب ال اسويها بالزيرو فجبت الروت بتاعها اللي هم دول. تمام، وبعدين بعد ما سويتها بالزيرو اجيب الفيرست ديريفاتيف واعوض لقيته بيساوي زيرو يبقى ايه غلط واكمل، اجيب السكند ديريفاتيف وعوضت طلع لي زيرو برضه يبقى اجيب الثيرد ديريفاتيف اجي اعوض طلع لي رقم بيساوي زيرو يبقى انا هقف هنا واقول ان الاوردر بتاعي بعدد الديريفاتيف اللي انا عملتها بالاوردر بتاع الديريفاتيف اللي انا عملته يبقى انا ده ثيرد اوردر. يبقى ده كده اول حاجه عرفنا ايه هو الاوردر. يبقى الاوردر اما ان هو يكون الهاير باور في بتاع الاكس في البينوميال، او ان هو يكون ان الديريفاتيف بتاع الفانكشن لما اجي اعوض بالروت بتاع الاف اوف اكس ما يساويش الزيرو. تمام، الطيب بتاعه الروت زي ما قلت عندي نوعين سمبل روت او مالتيبل روت. السمبل روت عباره عن ايه؟ السمبل روت لو انا عندي عندي روت واحد بس ده كده سمبل، وسنجل فاليو يعني ليه قيمه واحده، فدايما دايما السمبل روت ليه سنجل فاليو. تمام، هنا في المثال ده الروت هنا 2 معنى ان هو اكتر من 1، يعني انا عندي هنا مالتيبل روت. طيب القيمه بتاعت اكس 1 والقيمه بتاعت اكس 2 واحده، فمعنى كده ان انا عندي هنا مالتيبل روت بسنجل فاليو. تمام، هنا برضو هلاقي ان عندي مالتيبل روت بسنجل فاليو، بينما هنا في المثال ده لقيت ان انا عندي
multiple root و multiple value. ففي الحالة دي وصلت لقاعدة كده ان كل سيمبل لازم يكون سنجل، لكن كل سنجل مش شرط ان هو يكون سيمبل. يعني السنجل اهو ممكن يكون جاي من مالتيبل، زي مثلا لما لقيت مثلا عندي اكس 1 بتيكوال 1 واكس 2 بتيكوال 1، انا عندي سنجل فاليو بس انا عندي مالتيبل روت. تمام، يبقى التايب اوف روت اهيت يا اما سيمبل روت يا اما مالتيبل روت، والفاليو بتاعت الروت يا اما سنجل فاليو يا اما مالتيبل فاليو. نيجي بقى لشكل الفانكشن. عندي برضو حاجه مهمه هتساعدني في نيوتن لازم نكون عارفينها، ان الفانكشن عندي حاجتين، يا اما بتكونفكس يا اما بتكونكيف. كونفكس يعني شكلها بيكون بالشكل ده، كونكيف يعني بتبص لفوق. تمام، طيب لازم هنا عشان اقدر احدد هي بتكونفكس ولا بتكونكيف يديني انترفال معينه، او عشان احنا عارفين ان الفانكشن بتتغير على المدار الاحداثي فبيديني الفانكشن بتاعتي وبيديني انترفال معينه. تمام، عايزه بقى اعرف الفانكشن بتاعتي بتكونفكس او بتكونكيف على اي اساس، بنجيب السكند ديريفاتيف للفانكشن. يعني هجيب الاف داش اكس، تمام، وهروح اعوض بيه بطرفين الانترفال. لو الاثنين طلعوا بوزيتيف، يعني عند الاي والبي طلعوا بوزيتيف، فكده الفانكشن بتاعتي بتكونفكس. طيب لو طلعوا الاثنين نيجاتيف فهي كده الفانكشن هتكون كيف. طيب لو واحده طلعت بوزيتيف وواحده طلعت نيجاتيف، يبقى ما اقدرش احدد هنا هي بتكون كيف او ولا بتكونفكس، مش هقدر احدد. تمام، طيب لو مثلا كان اهي، لو مثلا عندي طلع لو بعد التعويض يعني واحده فيهم بزيرو والتانيه بوزيتيف، فلو قال لي لو الرقم عندي رقم بوزيتيف ومعايا زيرو فهعتبرها بوزيتيف، بوزيتيف مع بوزيتيف. طب لو عندي رقم نيجاتيف والرقم التاني طلع لي بزيرو فاعتبر الزيرو دي نيجاتيف. تمام، فعندي اهو عاوز اعرف هي بتكونفكس ولا بتكونكيف. هجيب الفيرست ديريفاتيف وبعدين اجيب السكند ديريفاتيف، هلاقي ان انا لو عوضت بالزيرو وخمسة اللي هم طرفين الانترفل هيدوني رقم بوزيتيف، يبقى الفانكشن بتكونفكس. طيب لو طلعت 0 0 يبقى ده حاجه undefined، يعني انا كده كاني بقارن انترفل 0 0 ودي حاجه مش بتحصل اصلا. نيجي بقى فعلا لنيوتن. بقى نيوتن عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه بتخليني اوصل او افايند الروت بتاعي عن طريق الميل او عن طريق اللي هو السلوب او التانجنت. تمام، وطبعا باستخدام نقطه واحده. فالمفروض ان انا عندي ايه؟ انا عندي بي نود. تمام، البي نود دي بقى بعمل ايه؟ لو انا عندي رسمه زي كده، يعني باخد البي نود دي وانزل لحد ما المس الفانكشن بتاعتي واعمل عندها خط مماس كده يقطع الاكس اكسس في نقطة. النقطة الجديدة دي هي هتكون يعني الطرف الجديد يعني للانترفل بتاعتي، فانا كل مرة بلاحظ ان انا هقرب من الروت. تمام، قالك بقى ان اسمها ايه دي نيوتن هتفشل امتى؟ لما ما يبقاش في قيمة للنقطة دي. يعني انا جيت رسمت المماس بس المماس اللي انا رسمته ما قطعش في الاكس اكسس، او جيت عملت يعني اللاين اللي عملته طلع موازي لمحور السناد. فمعنى كده ان انا السلوب في الحته دي اصلا السلوب هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الفيرست ديريفاتيف المشتقه الاولى. فمعنى كده ان انا عندي لما الاف اوف اكس الداش يعني المشتقه الاولى للفانكشن بتاعتي تساوي زيرو، يعني كده نيوتن هتفيل في الحالة دي. دي الحالة الوحيدة اللي نيوتن بتفيل فيها، لما اجي عشان ارسم المماس او اجي ارسم الميل ولاقيه ما بيقطعش في محور السنات، بيقطع موازي ليها، يعني بيكون موازي ليها، او الفيرست ديريفاتيف للفانكشن بيساوي زيرو. طيب ايه بقى هي الوركابيليتي بتاعت النيوتن؟ ان انا عندي الفانكشن والفيرست ديريفاتيف للفانكشن والسكند ديريفاتيف للفانكشن كلهم يكونوا كونتينيوس على الانترفل بتاعتي، يعني ان هي تكون ساين كوزاين اللي هي تريجونومتريك فانكشن، او ان هي تكون بولينوميال، او ان هي مش حاجه نيجاتيف تحت جذر، او مش فاليو مقسومه على زيرو. تمام، بعد كده المفروض ان انا اعرف المفروض ان اعرف الكونفرجنت تيست. الكونفرجن تيست عشان اعرف الفانكشن بتاعتي دي بتكونفيرج ولا بتدايفيرج عندي اربع حالات.
هي لو واحدة منهم بس اتحققت فمعنى كده ان هي بتكونفيرج. طيب لو ولا واحدة فيهم اتحققت يبقى هي كده بتدايفيرج. تمام، اول حاجة عشان اشوف هي بتكونفيرج ولا بتدايفيرج اجيب اشوف الفانكشن بتكونفكس ولا بتكونكيف، دي اول حاجة. بعد كده بقى عندي بقى حالات، بعد كده يعني المفروض اشوف التايب بتاع الروت هو سيمبل ولا مالتيبل، وبعد كده المفروض اشوف الحاجه اسمها الفا. الفا دي هنعرف هي بتعمل ايه دلوقتي. عندي هنا بعرف عندي حاجه اسمها تايب اوف كونفرجنس، انا عايز اعرف بعد ما اعرف ان هي بتكونفرج عايز اعرف بقى هي هتكونفرج ازاي. تمام، فانا عندي لو انا عندي سيمبل روت تمام والالفا اقل من واحد يبقى التايب بتاع الكونفرجن كوادراتيك، لو انا عندي سيمبل روت والالفا اكبر من الواحد يبقى التايب بتاع الكونفرجن لينير كوادراتيك الاثنين مع بعض. طب لو انا عندي مالتيبل روت دايما المالتيبل روت سواء الالفا اقل من الواحد او اكبر من الواحد بيكون لينير. تمام، طيب طبعا لازم نتست ان هي ايه، خاصة يعني في الحالة بتاعت هي سيمبل روت او مالتيبل روت والالفا اكبر من الواحد لازم الفانكشن تكون بتكونفكس او بتكونكيف. تمام، طيب يعني ايه بقى لينير ويعني ايه كوادراتيك، يعني ايه لينير كوادراتيك؟ طيب لينير معناها ان انا الفانكشن بتاعتي بتقرب من الروت بخطوات ثابتة كل مرة وخطوة صغيرة، يعني أنا كل مرة بمشي مثلا من بي نوت لبي ون ومن بي ون لبي تو لحد ما أوصل للروت كل مرة بخطوة صغيرة وثابتة، بعد كده معنى لينير. طيب معنى كوادراتيك أنا برضو بقرب من الروت بقيمة ثابتة بس القيمة دي أكبر من القيمة اللي كنت بمشي فيها في اللينير. تمام، يبقى أنا هنا عندي كل ما يعني بوصل للروت أسرع والإيرور عندي بيقل في الكوادراتيك. طيب عندي بقى اللينير كوادراتيك، اللينير كوادراتيك ان انا عندي ان انا كنت ماشيه في الاول لينير يعني كنت ماشيه بخطوات ثابته وصغيره وبعد كده جيت عند بي معينه مثلا هي بي 2 ومشيت بايه بخطوات كوادراتيك، يعني مشيت بكوادراتيك وصلت ايه للروت. تمام، وده بيحصل امتى؟ لو فرضا هنا انا قلبت من بعد بي 2 لو البي 1 اتشابهت مع بي 2 في 1 ديسيمال ديجيت فساعتها اللينير هتتقلب لكوادراتيك. تمام، بس كده. يبقى انا اول ما الاقي مالتيبل معنى كده ان هو التايب بتاع الكونفرجن لينير، الايرور بيقل مقدار لينير. لو لقيت سيمبل يبقى هي يا اما لينير يا اما لينير كوادراتيك يا اما كوادراتيك. تمام، قال لي ان هي اهم حاجه ان احنا نحسب هي بتكونكيف ولا بتكونفكس. تمام، لو مش قايل لي كونكيف او كونفكس ابص على الالفا. بس كده. عندي بقى هنا سؤال كان جاي في امتحان بيقول ايه هي السفيشنت كونديشن، يعني انت يوم الصح يعني. قال لي ان اف اوف اكس كونفكس اور كونكيف، فدي طبعا صح. تاني واحده يعني الحاجات اللي بتخلي لي نيوتن يعني صح، يعني ان الاف اوف اكس كونفكس اور كونكيف دي صح. طب تاني واحده ان الاف دبل داش يعني التفاضل التاني للاكس عند الاي والبي اكبر من او بيساوي زيرو دي صح، اصلا دي معناها ان الفانكشن بتكونفكس. طب لو هو في السؤال ده فمعنى كده ان واحد واتنين صح، لو هو في السؤال ده كتب لي ان اف التفاضل التاني الاي والبي اكبر من او بتساوي الزيرو اونلي يعني دي الحاله الوحيده فمعنى كده غلط، لان انا عندي الكونديشن بيقول لي يا اما كونفكس يا اما كونكيف مش حاجه واحده بس معينه بعينها يعني، فعشان كده لو كتب اونلي هتبقى غلط، لكن هو هنا ما كتبش فهي صح. نيجي بقى لقانون الالفا. الالفا دي عباره عن ايه؟ عباره عن ام كابيتال اللي هي ماكسيمم على 2 ام سمول اللي هي مينيمم في سيجما. طيب الام كابيتال دي عباره عن ايه؟ عباره عن وانا بتست الكونفكس او الكونكيف هاجي واعوض عند الانترفال بالاي بدايه الانترفال واعوض عند نهايه الانترفال واخد الماكسيمم فيهم دي هتبقى الام كابيتال. طيب الام سمول لما جبت الفيرست ديريفاتيف هجيب الفيرست ديريفاتيف واعوض بالاي واعوض بالبي تمام واخد المينيمم فيهم ده هيبقى الام. طب السيجما عباره عن ايه؟
السيجما دي شبه قانون السي بتاع ال بتاع البايسكشن. مش السي كانت عبارة عن بي بلس ايه على الاتنين، دي بقى لأ، دي عبارة عن بي ماينس ايه على الاتنين. تمام، يبقى انا كده جبت الالفا. الالفا اللي بحدد بيها هي بتدايفيرج ولا بتكونفيرج، وايه نوع التايب اوف ايرور اللي هو على الصفحة اللي قبل كده. طيب عندي بقى الرول بتاع النيوتن، هو مش هنحفظه بس لازم نكون عارفين شكله. فمنحفظه ازاي؟ ان هو القانون اللي فيه لوجات كتير، عندي لوج هنا وفيه لوجات كتير جدا، فده القانون بتاع نيوتن. ممكن يجي اختر زي ما جه في الميتر. في بقى هنا عندي بيقول لي نوت يعني ان اللينير بتاع البايسكشن اسرع من اللينير بتاع نيوتن. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده لو انا جات لي مساله عشان احلها بنيوتن مثلا، وطلع ان التايب بتاع الكونفرجن لينير، فساعتها هحلها بايسكشن. واجي اما احلها بايسكشن اما الاقي ان عندي يعني مثلا لقيت ان بي 1 اتساوت مع بي 2 في 1 ديجيت، ساعتها ارجع اكمل حل بنيوتن. وهنشوف مثال على ده. ده بقى مثال عليها. فانا دلوقتي هتست الوركابيليتي، فجبت الاف داش والاف دبل داش. تمام، وعند طبعا عندي انترفال معينه، اشوف بقى هي كونتينوس ولا لا على الانترفال دي. فاول انترفال عندي طالما هي سكوير براك او سيركل براكت، سيركل براكت معنى كده ان الزيرو والواحد مش معايا في الانترفال. فمثلا معايا الرقم اللي بعديها مثلا 0.1 وهنا 0.99 الرقم اللي قبليه. تمام، فمعنى كده لو جبت الفيرست ديريفاتيف، طبعا احنا جبنا دول ليه؟ عوضنا يعني لما جبنا الفيرست ديريفاتيف عشان اجيب الام مينيمم، وهنا عوضت عشان اجيب الام ماكسيمم عشان اشوف هي بتكونفكس ولا بتكونكيف. فطلع ان الاثنين بوزيتيف فهي بتكونفكس. تمام، وطبعا لازم اشوف ان الفانكشن كونتينيوس ولا لا، فلقيتها هنا بولينوميال عاديه جدا، فهي ايه وفي الانترفال بتاعتي والزيرو مش معايا. طالما الزيرو مش معايا، لو الزيرو كانت معايا كانت الكونتينيوس بتاعتي هتبوظ، بس الزيرو مش معايا في الانترفال فهي كده كونتينيوس على الانترفال كلها، سواء على الاف اوف اكس او الاف دبل داش او الاف داش. تمام، جينا بقى حسبنا الاس وحسبنا الالفا. فكل ده وشفت من الاوردر، يعني بصيت على الاوردر عشان اعرف الروت بتاعي نوعه ايه. فبصيت على الاوردر طلع اوردر 1، فانا كده عندي سيمبل روت. ولما عوضت في اف دبل داش عرفت ان الفانكشن بتاعتي بتكونفكس. فكده كل حاجة عرفتها. فعرفت كده يعني عاوز اعرف بقى الطيب بتاع الطيب بتاع الكونفرجن عبارة عن ايه. انا دلوقتي عندي سيمبل روت والالفا طلعت لي رقم اكبر من الواحد، فمعنى كده سيمبل روت والفا اكبر من واحد يبقى دي لينير كوادراتيك. تمام، ممكن يسألني ايه الطيب بتاع الكونفرجن تيست زي هنا مثلا، فانا هقوله هي كوادراتيك ولا لينير كوادراتيك ولا لينير بس. تمام، وممكن يطلب بقى الروت بالإتريشن. حاجة زي كده هنعملها ازاي؟ دي طبعا من خلال الرسمة دي في الاخر، يعني استنتجنا القانون اللي في الاخر ده. تمام، اللي هو بي 1 بتيكوال بي نود في اف بي نود على اف داش بي نود، اللي هو عبارة عن لو انا عاوز اجيب بي ان بلس 1 هيساوي البي ان ماينس اف بي ان على المشتقة الاولى لبي ان. تمام، طيب المثال ده انا لما جيت لقيت يعني هو مثلا ما كانش مديني هنا البي نود، فانا مش هعرف احلها وانا ما عنديش بي نود، فلذلك قال لي هحلها بالبايسكشن الاول. تمام، فجيت حلتها بالبايسكشن، عندي البايسكشن انا مش محتاجه بي نود معايا، صح؟ انا عندي بدايه الانترفال ونهايه الانترفال، وعندي السي اللي بتساوي الاي بلس بي على الاثنين، وعاوزه احدد هي بوزيتيف ولا نيجاتيف لما بعوض في الاف. ولو هي مثلا يعني وعلى حسب الرقم اللي هيطلع لي هنا هحطه، يعني هنا يطلع لي نيجاتيف فهحط الرقم ده، هحط الرقم اللي هنا ده في النيجاتيف مكان النيجاتيف، لو طلعت لي بوزيتيف هحط الرقم اللي هنا ده في البوزيتيف. هفضل اعمل كده لحد ما الاقي 1 ديجيت تشابه ما بين البي والبي ان والبي ان بلس 1. فلقيت ان انا عندي هنا كانت 0.3، لقيت ان هنا بقت 0.3، ففي 1 ديجيت تشابه معايا هنا.
تمام. وطبعا انا كنت شغاله على الانترفال كانت بالشكل ده، بس لما في جيت اشتغل في البايسكشن خليت الانترفال معايا بالشكل ده، دي معرفش بس ماشي. فهم هنا تشابه في واحد ديجيت، فكده اخر رقم اللي هو ده هعتبره البي نود في نيوتن اللي هكمل بيها. هكمل بقى ازاي؟ عاوز اجيب بي 1 في نيوتن، بقى عاوز اجيب بي 1، فانا عندي البي نود جبتها اهي، ناقص هعوض في الفانكشن اللي عندي بي البي نود، وهجيب تفاضل الفانكشن هعوض فيه بالبي نود وهطلع البي 2. اجي في البي 2 عندي البي 1 اهي، لا انا كده جبت دي كده البي 1 تمام، دي كده البي 1. عشان اجيب البي 2 هاخد الرقم ده واعوض بيه هنا، واعوض بيه برضو في الاف اوف اف بي 1 على تفاضل بي 1، وهيطلع لي الناتج وافضل اكمل كده. طبعا في المساله دي لازم يديني الدي عشان اعرف هقف امتى، يعني على حسب عدد الديجيت اللي هيتشابهوا بين البي ان والبي ان بلس 1 هقف وبس كده.